راح أسألكم نفس السؤال، من سيشكل الحكومة القادمة بقناعتك باختصار سريعا؟ نفسهم الكتل الأكبر. لا هسه سولف لي أسماء، قولي فلان 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 وهكذا السيناريو. سائرون تقدم البارتي ومن سيلتحق بهم لغة أرقام. طيب هي الحقيقة من رئيس وزراء قادم؟ رئيس برلمان، رئيس وزراء قادم التيار الصدري، ولو رشح أكثر من مرة، مرة امرأة مرة، لكن التيار الصدري هو أيضا مجتمع ذكوري ويحبون أن يكون رجل قوي، يعني راح يختارون. السيد الصدر رشح عدد من الأسماء، أعتقد أنا قناعتي يمكن السيد الكاظم إلى حظوظ، لكن هالمرة ما راح يصير حتى لا يكون جزء من التهم. طيب لا ما راح أتطرق للتحالفات، ولكن اليوم السيد الحلبوسي يعمل من أجل أن يكون ارتياح في الشارع والكل تشارك في الحكومة المستقبلية، وفي رأيي سيبقى السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء. طيب هذا ما استنتج. الخارطة من سيشكل الحكومة؟ الخارطة طبعا السيد الحلبوسي ومن معه من الحلفاء، سيد ممثلي السيد مقتدى الصدر، اللجنة اللي شكلها فيها. كلهم شكلوا اللجان، وسيكون السيد المالكي لربما هو جزء من تشكيل الحكومة ومن معه من تحالف فتح. طيب مو هيك المعادلة راح تتضارب هيك شيخ، يعني مستحيل انه ينجمع المالكي مع السيد الصدر في تحالف واحد. يقبل المالكي اذا طور رئاسه وزراء، يقبل. طيب حتى اذا ما هو هذا اللي انا اتكلم، أنا اقولها دكتور. طيب حتى لا اظلم اعلاميا حتى اوضح، السيد الحلبوسي لا يمكن ان يمضي في حكومه اقصاء لاي جهه لها دور كبير في بناء العراق. راح اعطيكم انا السيناريو اللي ببالي، يعني حسب قراءتي أنا مود أختم وراها. السيد المالكي ومن معه سيشكلون كتلة كبيرة جدا مقابلة للسيد الصدر، سيجلسون مع السيد الصدر، ربما يتفاهمون، السيد الصدر يأخذ وزراء أو يمشي معارضة، وهذه الكتلة تأخذ رئاسة أو رئيس وزراء تسوية، ربما مصطفى الكاظمي وربما غيره. تمام، رئاسة البرلمان يعني أيضا راح تكون محل خلاف، ربما تكون للسيد الحلبوسي ولاية ثانية، أو ربما تكون لشخص أيضا من تحالف تقليدي. هل يكون هذا سلمي؟ ها؟ هل يكون هذا نتيجة سلمية؟ راح أهجاني ليش؟ حمي احنا الشعب راح نقع بيها. طيب. ما أعتقد هذا راح يكون نتيجة سلمية، والله يستر. طيب. شكرا.